صباح الخير او مساء الخير على حسب توقيت مشاهدتكم للفيديو. بيبدا فيلمنا مع راجل فقير اسمه شلنيجو، وبيكون شلنيجو شغال نجار بس بقاله فتره كبيره مش شغال وما بقاش معاه فلوس. وفي يوم لما بيروح شلنيجو المكان عشان ياكل بيحاول انه يدور ليه على اي شغل هناك، بس صاحب المحل لما شافه بيبص ليه على الحاجات الموجوده راح جايب له اكل وقال له ما يلمس اي حاجه موجوده. ولما بيخرج شلنيجو من المحل بيشوف راجل بيقول ان في مسرح للدميات، فبيقول له شلنيجو انه عايز يشوفهم، ولما بيشوفهم بيقرر انه يعمل دمية ليه عشان يشارك في العرض ده. بنروح بعد كده الراجل اسمه تشيلج اللي بيكون شغال في النجارة برضو. وفي يوم لما بيكون تشيلج بيحاول انه ينحت على جذع شجر معاه، فجأة بيلاقيه بيتحرك لوحده وبيتراقب تشينج وبيقع على الارض. ولما بيجي شلنيجو يقول له انه عايز ياخد منه جذع الشجرة دي عشان يصنع منه دمية صغيرة، فبيقول له تشيلج انه ياخد جذع الشجرة اللي كان بيتحرك. ولما بياخده شلنيجو بيروح يقعد ينحت فيه لحد ما قدر انه يخلي شكل الدمية زي البني ادمين بالظبط. وبعد ما خلص فجأة بيلاقي الدمية دي بقت تتكلم، فبيسميها شلنيجو بيونكاو وبيفرح بيها قوي شلنيجو. وبيخرج يعرف كل الناس اللي ساكنة معاه في المكان، والناس كانوا مفكرينه اتجنن. وتاني يوم بيفصل شلنيجو لابنه بيكاو لبس وبيقوله انه يقدر يتحرك على رجليه زي ما هو عايز بس ما يبعدش عنه ويروح بعيد. بس بينيكو مش بيسمع الكلام، واول ما يخرج من البيت بيجري من ابوه في المزرعة. وبعد ما بيخلص بنيكاو جري وبيرجع لبيت ابوه مرة تانية وبيروح يقعد جنب دفاية. وبيظهر بعد كده بنكاو كائن على هيئة صرصار وبيقوله انه لازم يسمع كلام ابوه. بنكاو مش بيعجبه كلامه وفضل يضرب فيه لحد ما خلاه يسيبه ويمشي. وبعد كده بنشوف بنكاو راح حاطط رجليه في النار ورجليه الاتنين اتقطعوا. ولما بيجي ابوه بيعرف باللي حصل مش بيرضى انه يرجع له رجليه الاتنين تاني، بس بعد كده بيصعب عليه وبيقرر انه يصنع له رجلين جداد. وبالليل بيقول شلنيجو لابنه ان بكره الصبح هيوديه للمدرسه. وبنشوف بعد كده شلنيجو بيروح يبيع الجاكيت بتاعه لواحد عشان خاطر يشتري لابنه الكتب اللي هيروح بيها المدرسة. ولما بياخد شلنيجو بنكاو عشان يوديه للمدرسه بيسال بنكاو عن المسرح، فبيقول له شلنيجو ان ده مسرح الدميه. ولما بيمشي شلنيجو مش بيرضى بنكاو يخش للمدرسه وبيروح عشان يخش للمسرح، بس الراجل هناك مش بيرضى يدخله لاني مش معاه فلوس. بس بنكاو راح بايع الكتب اللي كانت معاه وخد مكانه 5 قطع معدنيه وراح داخل بواحده فيهم للمسرح. وهناك بيشوف بنكاو كتير من الاطفال بيتفرجوا على العروض وكلهم بيبقوا مبسوطين. في الوقت ده بيروح شلنيجو يدور على ابنه في المدرسه، بيقول له انه ما جاش اصلا من الصبح وانهم مش عارفين هو راح فين. وهنا فجاه لما بيطلع بنكاو على المسرح وبيعرف صاحب العرض انه مش تبع الفرقه بتاعه العرض بيقرر ان يحبسه في اوضه. وبعد ما يخلص العرض بيروح صاحب العرض يقول للناس اللي شغاله معاه انهم يولعوا في بنكاو عشان يدفيهم، بس بنكاو قدر انه يخليه يحبه وما يولعش فيه ولا حتى اي حد من الموجودين. وتاني يوم الصبح بيروح صاحب العرض وبيقول لبنكاو انه مش هيخليه يمشي وراح مديله 5 قطع معدنيه. وبعد كده بيروح بنكاو يودع الدميات صحابه وبيسيبهم وبيمشي. ولما بيمشي بنكاو بيقابل اتنين، واحد منهم شبه القطعة والتاني شبه الثعلب، والاتنين دول عايزين يضحكوا على بنكاو عشان ياخدوا منه القطع المعدنية وبيقولوا له انهم هيساعدوه في انه يزودهم. وبياخدوه بعد كده المطعم عشان ياكل معاهم وبيبينوا ليه انهم بيحبوه. بنشوف بعد كده بنكاو لما بيطلع ينام بيحلم انه لقى شجرة مليانة فلوس والاتنين دول بيساعدوه. وبيصحى بنكاو بيلاقي اصحاب المكان بيقولوا ليه يدفع حق الاكل واليوم اللي قضاه هنا عشان الاتنين اللي كانوا معاه سابوه ومشيوا. ولما بيجي بنكاو يمشي بيطلع الصرصار مرة تانية، والمرة دي بيقول له انه يبعد عن الثعلب والقطة دول عشان دول نصابين. بس بنكاو مش بيقتنع بكلامه وبيقول له انه بقى معتبرهم صحابه وانه مش بيضحك عليه. ولما بيمشي بنكاو بيطلع عليه اتنين عشان يخطفوه، بس بنكاو حاول انه يهرب منهم لحد ما وصل لبيت فيه بنت كانت واقفة في الشباك، بس البنت ما لحقتش تفتح ليه الباب وجم الاتنين دول وخطفوه وفضلوا معلقينه على الشجرة عشان خاطر يسرقوا منه العملات المعدنية اللي معاه. بس في الوقت ده بتيجي واحده وبتنقذ بنكاو وبتاخده البيت البنت اللي بنعرف انها جنيه. وهناك لما بيجوا يدوا لبنكاو الدواء مش بيرضى ياخده، فبتخلي الجنيه دي الناس اللي شغاله معاها يخوفوا بنكاو لحد ما ياخد الدواء وفعلا خده. ولما بيصحى تاني يوم بنكاو بينزل عشان يفطر مع الجنيه وبتقول له يحكي ليها عن اللي حصل معاه، بس مش بيرضى بنكاو يقول ليها الحقيقه وفضل يكذب. بس في الوقت ده فضل الخشب اللي مصنوع منه يكبر قدامه، بس بعد كده راحت الجنيه جايبه عصفورين نقرين خشب عشان يرجعوا شكله بنكاو لطبيعته مرة تانية. وبقت الجنية وبنكاو صحاب وبنكاو بقى فرحان انه قاعد معاها. وفي يوم بالليل بتيجي الست تحكي ليهم هما الاتنين حدودة قبل ما يناموا. وتاني يوم بتروح الجنية توصل بنكاو للقرية بتاعته وبتسلم عليه وبتسيبه وتمشي. ولما بيوصل بنكاو للقرية بتاعته بيلاقي القطة والثعلب مستنيينه. ولما بيقول لهم بنكاو عايزين منه ايه بيقولوا له انهم هياخدوه عشان خاطر يزرعوا القطعة المعدنية اللي معاه عشان يطلع ليهم قطع معدنية كتير، فبيصدقهم بنكاو وبيروح
معاهم فعلا وبيحط القطع المعدنية بتاعته في الزرع، بس بعد كده بيعرف بنكاو ان الثعلب والقطة ضحكوا عليه وخدوهم وهربوا، وبيتم القبض على بنكاو بعد كده من القرد. ولما بيجي القرد يحكم عليه انه يتسجن بيقول له بنكاو انه ما عملش حاجة وانه عايز يخرج من هنا عشان يدور على ابوه، فبيقتنع القرد بكلامه وقرر انه يفرج عنه ويسيبه ويخرج، وامر الناس اللي معاه انهم يروحوا يقبضوا على الثعلب والقطة ويحطوهم في السجن. ولما بيرجع بنكاو لبيت ابوه مش بيلاقيه، وبيجي ليه جار وبيقول له ان ابوه راح يدور عليه في البحر، ولما بيروح بنكاو للبحر مش بيستحمل الميه وراح مغمى عليه، وبتيجي بعد كده الجنيه وبتاخده للبيت بتاعها مره تانية. بس لما بيفوق بنكاو بيعرف ان الجنيه كبرت بس شكلها لسه زي ما هو ما اتغيرش، فبيفرح انه شافها مره تانية. وتاني يوم بتقول له الجنيه انها هتخلي بالها منه وانها هتوديه للمدرسه بس ما يهربش منها زي ما عمل مع ابوه قبل كده. بنكاو بيقول لها لا مش هيعمل حاجه. وتاني يوم لما بيروح بنكاو للفصل بيلاقي ولد مشاغب، ولما بيروح الولد يعمل مقلب في المدرس اللي بيشرح ليهم الدرس كل اللي الموجودين بيضحكوا عليه، وبنكاو كان مبسوط باللي هو عمله، وبياخد بعد كده الواد المشاغب ده بنكاو وبيهربوا من المدرسه وبيروحوا يسرقوا الناس اللي في القريه. ولما بيخلص بنكاو بيجي يرجع لبيت الجنيه مش بترضى تفتح ليه الست اللي شغاله هناك، بس بعد كده بتقوله ان الجنيه سامحته المره دي وانه لو عمل كده مره تانية مش هتفتح ليه. وتاني يوم بيروح بنكاو المدرسه وبقى يذاكر، حتى المدرس بيقول للطلبه اللي عنده في الفصل انهم يبقوا زي بنكاو، وبنشوف الجنيه بقت تذاكر لبنكاو. ولما بيرجع بنكاو من المدرسه بتفرح بالجنيه وبتقوله انها هتعمل له حركه سحريه، ولما بيعملها بنكاو بيبقى مبسوط قوي، ولما بيروح بنكاو للامتحان بينجح فيه وبيفرح بيه الاستاذ، ولما بيرجع للجنيه وبيعرفها بتحضنه وتقوله انها مبسوطه منه جدا. وبيروح بعد كده بنكاو يقابل الولد المشاغب اللي بيقول ليه انه هيستنى بالليل عشان يروحوا مع بعض المكان اسمه ارض الالعاب. وبالليل بيجي بنكاو وبيستنى هو والولد المشاغب العربيه اللي هتوديهم لارض الالعاب، ولما بتيجي بيروحوا الاثنين يركبوا فيها، ولما بيوصلوا للمكان بيلاقي كتير من الاطفال هناك وكل الموجودين بيقعدوا يلعبوا في المكان، وبنكاو بيكون مبسوط انه عمال يلعب في المكان ده. ولما بيخلصوا لعب الراجل صاحب المكان راح مدخل كل اللي موجودين في اوضه وقفل عليهم، بس تاني يوم بيكتشف بنكاو ان الراجل ده كان حاطط ليهم ماده في الالعاب حولتهم كلهم لحمير. وبيجي بعد كده واحد شغال في المسرح وبيشتري بنكاو من الراجل، ولما بيجي يوم العرض وبتكون الجنيه هناك وبتعرف ان بنكاو هو الحمار بس مش بتبقى قادره تعمل ليه حاجه، بس بنكاو مش بيرضى يعمل العرض وبيقرر الراجل بعد كده انه يعاقبه، وبيروح هو والمساعدين بتوعه يرموا بنكاو في البحر، بس بنكاو بيرجع لشكله الطبيعي مره تانية وبيهرب من الراجل ورجالته في البحر. ولما بيجي الراجل يقول لهم انهم ينزلوا يمسكوه محدش فيهم بيرضى يسمع كلامه. وفي الوقت ده بنشوف سمكه قرش كبيره بتبلع بنكاو جواها، ولما بيخش بنكاو جواها بيلاقي سمكه تونه بتقول له انها هنا بقالها كتير ومش عارفه تهرب من السمكه القرش وانها مستنيه انها تموت هنا. وبعد كده بيسمع بنكاو صوت حد تاني جوه سمكه القرش دي، ولما بيمشي ورا الصوت بيلاقي ابوه شلنيكو، فبيجري بنكاو عليه وبيفرح انه شاف ابوه مره تانيه، وبيروح بنكاو يقول لابوه انهم لازم يخرجوا من هنا، بس ابوه بيقول له انهم مش هيعرفوا يخرجوا، بس بنكاو راح واخد ابوه قرب من السمكه وقدر انه يخرج منها هو وابوه، بس لما بيخرجوا مش بيكونوا قادرين انهم يعوموا. بس في الوقت ده بتيجي ليهم سمكه التونه وبتقول لهم يمسكوا فيها وهي هتوصلهم للشط، ولما بيوصلوا هناك بيروحوا يخشوا البيت وبيقعد فيه شلنيجو اللي بيكون تعبان. وبنشوف بعد كده بنكاو بيقدر انه يشتغل عشان خاطر يجيب لابوه اكل، وقرر بنكاو انه يذاكر عشان خاطر ابوه ما يزعلش منه. ولما في يوم بيشوف القطه والثعلب مش بيرضى يسمع كلامهم مره تانية، وبنعرف ان القطه والثعلب دول واحد فيهم اتقطعت رجليه والتاني ما بقاش يشوف. ولما بيقولوا لبنكاو انهم هيساعدوه بيسيبهم وبيجري وبيرجع لابوه مره تانية. وفي يوم بتظهر الجنيه لبنكاو بتقوله انها هتخليه بني ادم، وفعلا بتقدر انها تعمل كده، ولما بيفوق بنكاو بيلاقي نفسه بقى انسان. وبيرجع بنكاو لابوه اللي لما بيعرف ان ابنه تحول لانسان بيفرح قوي. وبيخلص فيلمنا على كده النهارده، ما تنساش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناه.